اركب ان شاء الله داش كام ارتاح من الموضوع ده شوية في التصوير زي كده، كل يوم يصير انزل المقاطع. المهم مش كنا بنقول نحن كوينز هذا اظن خلصنا منه صح؟ ايوه. دحين احنا في شارع ايش هذا؟ شارع صاري. هذا شارع صاري، احنا كده متجهين شرق تمام. هذه الراية على اليمين، الله المفروض كنا ندخل من النفق نحن. الله المستعان. نروح يمين ولا ما يخلونا؟ شوف زي اخينا الحين يوقفوا هنا شوف عشان يدخل على الناس، يجوا كده شوف كده كده يروحوا داخلين كده على اليسار. طبعا انا ما سويتها بس اقول احمل الموبايل. انا بيني وبينكم غلطت، المفروض كنت اطلع. يلا الحمد لله كله ماشي. الحين احنا في طريق المدينة النازل تمام، يعني جولة كده في جدة. أنا طريق المدينة النازل، خلينا أوقف هنا لين كده أشوف لي مكان، إنه صورتها هذه المناطق. وكان بيني وبينكم بركز شوية في ولا أقول لك خليك، يلا ما في داعي. يلا هذا جسر مشاة. يا ابن الذين آمنوا يا أخي يا حبيبي يا أخي يا أستاذ، الله الله يسامحك. هذا خلف ايش؟ أمام الكاميرا. خلف الكاميرا، خلف الكاميرا يا واد يا ابن. فالواحد كده قدام الكاميرا يسوي نفسه انه لطيف حبيبي. هذا الكوبري المربع اللي قلنا عليه اول هنطلعه. انا فاكر انه صورته حاجه قبل 5 سنين او كذا. والله دوبها خضرت. اي حلو حلو حلو. المهم هذا هو الكوبري المربع، هتلاقوا زيه. استنى اوقف انا. شوف هناك النزول، شوف هنا الشارع طريق المدينة، هنا طريق المدينة في النص، هناك النزول من الكوبري وهنا الطلوع من الكوبري تمام. ف وكده يعني شرق غرب كده، لا حول ولا قوة الا بالله، كده شرق غرب تمام. وش اسمه كذا اللي هو حي الروضة هناك كذا. والله نحن يا ريتنا رحنا يمين صورنا حي الروضة بالمرة. نحن نوقف ونروح يمين، والله شغلة يمين صراحة. هي حركة غباء اني انا اطلع الكوبري واروح يمين، لانه في يا لطيف شلون حسيت نفسي حدخل مع الفتحة دي، لانه في طريق من الجهة اليمنى. بس عاد انا افتكرت انه في واحد من المشتركين قال لي ابغى حي الروضه، ما دام جينا هنا ما ممكن بعدين الواحد يتاخر ولا شيء نيجي هنا خلاص نصور بالمره. هذا اللي عليه اخضر الظاهر جديد، ماني فاكره. امينه سنتر، امنيه سنتر، ايش هذا هنا؟ امنيه سنتر ميرو، جيب يا ميرو. عندهم محلات ما شاء الله، لومار فاتح هنا كمان ما شاء الله. يا ترى انا عشان خاطرك جيت صورت هنا، انا بدي ارجع تاني. هنا كان في مطعم بحري اظن في العمارة هذه اللي عديت منها، اللي بعدها ما ادري.
كان هنا في بيت الصحة اليسار، بيت الصحة كان يبيع منتجات صحية أيام ديك الأيام كده، الاتجاه كان على الناحية الصحية كثير. المفروض هنا في إشارة يا جماعة، أنا حاسس إنه الإشارات إيش هذا، فين راحت الإشارات؟ كان في مطعم أظن اسمه كابوريا ولا إنه مرسوم كده عليه شو اسمه ذاك أبو مقص، ما أدري موجود من زمان ما جيت الروضة، أنا حاسس كده كأني لي كم سنة ما جيت هنا. ناخذ يوتيرن ونرجع. اخذنا يوتيرن وراجعين في اتجاه الكوبري المربع. بس الله تغيرت، شوف هذه العمارة اللي كده شكلها مرة حلو. المهم هناك كان في واحد فاتح مطعم، ماني عارف هو كلفه مليون، هو كلفه حاجة ترى، كلفه مبلغ كبير كده، حاجة بالملايين يعني. وسبحان الله شغلوا كم شهر يقول لك ما الدخل ما عجبه أو ما جاب الدخل إلا هذا وقفلوه. الكلام هذا قديم يعني، يمكن 20 سنة ولا حاجة. ما شاء الله تبارك الله يعني. انا اوقف هنا، خضرت الله يجعلها دائما كده مفتوحه يا رب في وجهنا جميعا. هنا على اليمين تحت كان في قصر افراح، شايفين كيف هذا الكوبري المربع؟ جيت لولو كده قلت خليني اقضي لي كم شغله. هاي جا قدامي يوقف. لا سبحان الله، نكون خرجنا من لولو راس الساعة 11:30. الله الواحد عنده كم شغلة بس تلاقيهم دحين قفلوا خلاص. يبغالنا هذا لولو والجهة بريمان، والله الحي هذا ما ادري ايش يسموه. افتكر اسم الحي
اي هذا الكوبري اللي قدامنا شويه يميل، هذا اللي بيشايل الجوال. الكوبري هذا اللي دحين شايفينه قدام هناك هذا كوبري بريمان اللي حنطلع منه على مكه ان شاء الله. انا يعجبني فاضي كده وهادي. طيب تمام، يلا انا استاذنكم. هذه مرة من جد خلاص. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.